الكاتب المسرحي الإيرلندي جورج برناردو شو من أشهر الكتاب في القرن العشرين، فقد ألف خلال حياته أكثر من 60 مسرحية، كما أنه حصل على جائزة نوبل للأدب عام 1925. ولد الكاتب المسرحي جورج برنارد شو في العاصمة الإيرلندية دبلن في 26 يوليو 1856، وكان الابن الثالث والأصغر بين إخوته، وقد بدأ تعليمه في سن مبكرة، حيث حضر حلقات تعليم دينية كان يقدمها عمه، كما اكتشف شو عوالم الفنون والموسيقى والأدب في وقت مبكر من حياته تحت إشراف والدته التي اصطحبته معها في زيارات منتظمة للمتحف الوطني في إيرلندا. وفي عام 1872 انفصلت والدة شو عن والده وأخذت شقيقيه الآخرين وذهبت إلى لندن، وبعد ذلك تابعها شو بعد ذلك ب4 سنوات، وفي تلك الأثناء كانت إحدى شقيقاته قد ماتت. في لندن لم تكن أحوال شو المالية متيسرة، ولكن والدته قد دعمته ماليا، بينما قرر هو أن يصبح كاتبا، فكان يقضي الكثير من وقته في قاعة القراءة في المتحف البريطاني، وهناك عمل على تأليف روايته الأولى، ولكن للأسف على الرغم من أنه استغرق وقتا طويلا في تأليف تلك الرواية، إلا أنها شهدت إخفاقا كبيرا ورفضها جميع الناشرون. وسرعان ما حول شو انتباهه نحو السياسة، فتابع أنشطة المثقفين البريطانيين وانضم لجمعية فابيان في عام 1884، وكانت تلك الجمعية تتألف من مجموعة من الاشتراكيين كان هدفهم تغيير إنجلترا من خلال وضع قواعد سياسية واجتماعية أكثر حيوية من السابقة. وقد انخرط شو بشكل كبير مع تلك المجموعة، وكتب بكتابة عدد من المقالات نشرت في مطبوعات الجمعية. بعد عام على ذلك من انضمامه لجمعية فابيان، حصل شو على بعض الأعمال في مجال الكتابة في شكل كتابة مراجعات الكتب والفن والموسيقى والنقد المسرحي. وفي عام 1895 بدأ الكتابة في مجلة مراجعات السبت باعتباره ناقدا مسرحيا، وفي تلك الأثناء بدأ شو في تأليف مسرحيته الخاصة. نشرت مسرحيات شو الأولى في عدة مجلدات تحت عنوان مسرحيات غير سارة ومسرحيات سارة، وقد حملت تلك المسرحيات ما سيصبح بعضا من صفات شو الأدبية المميزة، فقد رافقتها جرعة لا بأس بها من النقد الاجتماعي والذي نبع من ميول شو السياسية في الأساس. ولم تكن تلك المسرحيات أفضل أعمال شو، ولكنها كانت الحجر الأساس لظهور كاتب كبير يسمى برنارد شو مع نهاية القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1898 ظهرت مسرحية قيصر وكليوباترا، والتي أظهرت مدى نضوج شو ككاتب مسرحي وأيضا كمفكر وناشط سياسي. كما كتب شو كتابا بعنوان الرجل والسوبرمان، وما تم تحويل مسرحيته دون جوان في الجحيم إلى فيلم، وقد حقق نجاحا أكبر من المسرحية نفسها، وغالبا ما يتم تقديم قصة الفيلم على أنها مسرحية منفصلة عن العمل الرئيسي الذي ألفه شو. ظل برنارد شو خلال 50 عاما التالية من حياته يؤلف مجموعة من المسرحيات حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت من العلامات الأكثر بروزا في تاريخ شو، منها الميجور باربارا سنة 1905، ومعضلة الطبيب سنة 1906، وبيجماليون سنة 1912، وسانت جورج سنة 1923. وتم تحويل هذه المسرحيات إلى أفلام ساهمت في إثراء عالم السينما بشكل كبير. وقد حصل برنارد شو على جائزة نوبل للآداب عام 1925، كما حصل على جائزة أكاديمية الأوسكار على سنة 1938،
عن كتابة سيناريو فيلم بجمليون، وهو مقتبس من المسرحية التي تحمل نفس الاسم، كما تم تحويل نفس المسرحية إلى مسرحية غنائية عرضت على مسارح برودواي وحققت نجاحا باهرا عام 1956، كما تم تحويلها لفيلم سينمائي عام 1964. وقد توفي شو عن عمر يناهز 94 عاما عام 1950، بينما كان يعمل على تأليف مسرحية جديدة. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.